السلام عليكم يا مروة. وعليكم السلام. ورحمة الله. ازيك يا شيرين؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مروة؟ الحمد لله بخير. اختي المتجوزة معلش كانت شافت الجنة والكلام ده بيتكرر. شافت مرات عمي ان الاوضة مقفولة عليها والمروة اللي عافيها ومش عارفة تطفيها وتخرج وامها راحت لها يا استاذة منى. استاذة منى اي سامعني؟ معاكي معاكي. ماشي. وبعد كده كانت بتصوت والنار ولعت فيها ومش عارفه تخرج، الاوضه مقفوله عليها وامي جات وبتقول لها حالك فيكي ده بسبب اللي انت عملتيه في بنتي، اللي حصل لك ده بسبب اللي انت عملتيه في بنتي، هي ظلمتنا كتير جدا مش انا لوحدي كلنا، والحلم ده بيتكرر دايما ان هي النار ولعت فيها. ده بيدل على ايه؟ بيدل على الحسبنه، انتوا دايما بتحسبنوا عليها بس، والله اعلم. شكرا ليكي جدا، فقولي الله يسهل الله وربنا يديلها الحال يا رب العالمين. استاذه ناديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة منى حبيبتي ازيك؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكي. منور الشاشة حبيبتي. حبيبتي شكرا. طب بصي يا دكتورة، هو يعني ايه، انا واختي بنحلم احلام فبننساها، فلينا كم رمز كده ممكن اقولهم لك، يعني بنقول قول نفتكر حاجة واحدة من الحلم. قول يلا. طب بصي، الله يصلي على سيدنا محمد. شفتي والدتي الله يرحمها وهي اسمها جميل وكان معاها اخويا عادل. بس كده. وحلم تاني شفت اخويا حمدي برضه الله يرحمه، واختي برضه قامت من النوم مش فاكره غير انها شافت اخويا عادل الله يرحمه، ومره تانية قمت من النوم كنت حالمه ان انا ببتسم في الحلم، وقمت من النوم لقيت نفسي ببتسم، حتى استغربت يعني ان انا عماله مبتسمه كده. طيب بصي بصي يا ناديه، بس صلي على النبي ايوه. عليه الصلاه والسلام. مبدئيا عشان تفتكري الاحلام بتاعتك لازم تصحي من النوم الاول، يعني تستغفري ربنا او تقعدي بهدوء، ما تفكريش في اي انشغاله تخص يومك، هروح كذا اعمل كذا خلي كذا. كل الناس كلنا بنحلم، عشان الاحلام دي تنفيس عن الجسم والعقل الضغوطات اللي بتحصل لنا 24 ساعه، فان انت بتنسي هي المشكله عندك، انت بتبقي صاحيه من النوم على طول عندك ترتيبات معينه في يومك فبتفكري فيها على طول، فبالتالي انت بتنسي. الاحلام بتاعتك بتديني اشاره واحده بتقول لك خففي الامور عليك انت واختك، وان شاء الله اللي ظلمكم ربنا هينتقم لكم منه، او هتشوفوا في حاجه هتقولوا الحمد لله ان ربنا كريم، انتوا عايزين تشوفهم ان انتم منصورين والناس تذكركم بالخير وان انتم مظلومين في امر ما، والله اعلم.